بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 191. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخنا الكريم. في كتاب الشهادات قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشهادات في كتاب القضاء، لأنها هي البينات التي يحكم بها القاضي ويعتمد عليها، ومن تحمل شهادة وطلب منه أداؤها فإنه لا يحل له أن يمتنع ولا أن يكتم الشهادة، لأن هذا يترتب عليه ضياع الحقوق. والله جل وعلا يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فلا يحل كتمان الشهادة لأن الله نهى عنه ولما يترتب عليه من ضياع الحق، وهذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان. ولا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم، قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، إما عن رؤية أو سماع. نعم. قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. نعم، والعلم في الشهادة يحصل بأحد ثلاثة أمور: إما برؤية المشهود عليه، نعم، وإما بسماع صوت المشهود عليه، وإما باستفاضة عند الناس. استفاضة يعني شيوع الخبر عند الناس، استفاضة تفيد العلم بالمشهود به. نعم. فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك. نعم. والاستفاضة لا يجوز الشهادة بموجبها إلا إذا تعذر العلم بغير الاستفاضة. إذا لم يكن هناك رؤية ولا سماع فإنه يشهد بالاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، وذلك كالأمور التي تشتهر عند الناس، مثل النسب، في أن فلانا هو ابن فلان أو من القبيلة الفلانية، فإذا استفاض هذا عند الناس فإنه يشهد به، أو استفاضة أو كنسب مثل لذلك فقط. كنسب وموت وملك مطلق. والنسب، نعم، النسب يشهد بما ذكرنا، إذا استفاض عند الناس أن فلانا ابن لفلان أو أنه من القبيلة، نعم، الفلانية، هذا واحد. وموت أو الموت
فإذا استفاض عند الناس أن فلاناً قد مات فإنه يشهد بأنه قد مات بموجب الاستفاضة. وملك مطلق. وملك، بأن هذا الملك يستفيض عند الناس أن هذا الملك، هذه الدار، هذه الأرض، هذه المزرعة لفلان، فيشهد بذلك أنه سمع الناس يقولون هذا. نعم. ونكاح. ونكاح، بأن فلانة زوجة لفلان، استفاض عند الناس واشتهر أن فلانة زوجة لفلان فيشهد بذلك. نعم. ووقف. ووقف، لأن هذه الأمور تستفيض عند الناس، فإذا استفاض عند الناس أن هذا العقار أو هذا الملك وقف لفلان فإنه يشهد بذلك بموجب الاستفاضة. نعم. ونحوها. ونحو هذه الأمور التي لا تخفى على الناس، أما الأمور الخفية فلا تدخلها الاستفاضة. نعم. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. نعم، من شهد بعقد من العقود، عقد نكاح أو عقد بيع أو عقد إجارة، فلا بد من ذكر شروطه، لأن الناس يختلفون في الشروط، فربما يصح عند بعضهم ما لا يصح عند الآخر نظرا لاختلافهم في شروط العقد. نعم. وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. إذا شهد بجريمة توجب الحد كالسرقة والشرب، سرقة المال، فإنه يذكر شروط السرقة، أنه سرقه من حرز، وأنه يبلغ النصاب إلى آخر الشروط، وأنه لا شبهة له فيه إلى آخر الشروط، لأن الحدود تدرى الشبهات، فربما يظن الشاهد أن هذا سرقة وهو في الحقيقة ليس بسرقة ولا ينطبق عليه حد السرقة، فلا بد من ذكر شروط السرقة. وكذلك إذا شهد بزنا فلا بد أن يذكر الشروط التي توجب الحد، لأنه قد يعتبر شيئا من الزنا وهو ليس بزنا، والحدود تدرى بالشبهات. نعم. قال وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. أو شهد برضاع فلا بد أن يشهد أنه في الحولين، أن الرضاع في الحولين، وأنه خمس رضاعات فأكثر، لأنه ليس كل رضاع يحرم إلا ما توفرت فيه الشروط، فلا بد أن يذكر الرضاع بشروطه حتى لا يكون هناك احتمال لعدم صحة الرضاع. وكذلك إذا شهد بشرب المسكر فلا بد أن يذكر أنه شربه مختارا، وأنه عالم أنه مسكر، وأن هذا الشراب يسكر، لأنه يختلف الحكم باختلاف هذه الأمور، فلا بد أن يذكرها. نعم. أو قذف. أو شهد بقذف فلا بد أن يذكر أنه قذف بالفاحشة وليس بالسب أو اللعن أو الشتم أو غير ذلك. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. وإذا شهد بزنا فلا بد أن يصف الزمان، لأن الشهود قد يختلفون، فيشهد هذا بأنه وقع في وقت كذا، ويشهد الآخر بأنه وقع في وقت آخر، فتختلف شهادتهم. وكذلك المكان، أنه شهده يزني في مكان كذا، وكل الشهود الأربعة يتفقون على هذا المكان، فإن اختلفوا فذكر بعضهم مكانا وذكر الآخر مكانا آخر لم تقبل شهادتهم. نعم. والمزنية بها. وكذلك يذكرون المزنية بها، فلا يشهد واحد أنه زنى بفلانة ويشهد الثاني أنه زنى بفلانة أخرى وهكذا، فإذا اختلفت شهادتهم فإنها لا تقبل، لأنها عرضة للخطأ. نعم. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. يذكر ما يشترط للحكم، بأنه رأى الزنا الصريح ولا مطلق الزنا، لأن الزنا يطلق على
على أشياء لا توجب الحد مثل اللمس والمباشرة والتقبيل وغير ذلك، هذه أمور لا توجب الحد. ولا يكفي أنه رآه معها خاليا في مكان كذا، لا يعتبر هذا زنا. نعم. قال: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. في كل هذه الأمور، لأن الحكم لا بد أن تتوفر شروطه، فلا بد أن يذكر الشروط التي ينبني عليها الحكم، فإن أخل بشيء منها فإنه لا تقبل شهادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط من تقبل شهادته ستة. نعم، يشترط في الشاهد الذي تقبل شهادته ستة شروط لا بد من توفرها كلها فيه، فإن اختل شرط منها لم تقبل شهادته. البلوغ فلا تقبل. الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. الشرط الأول البلوغ، يعني يكون بالغا، الشاهد يكون بالغا، فإن كان دون البلوغ لم تقبل شهادته، لأنه حينئذ يكون صبيا، وشهادة الصبيان لا تقبل إلا بعضهم على بعض، فإنها تكون قرينة، بعض الصبيان على بعض تقبل وتكون قرينة. نعم. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. الشيء الثاني العقل، قد يكون بالغا لكنه غير عاقل، لأن فيه جنون، والجنون هو مخالطة الجن للإنس، هو ما يسمى بالمس، لأن المجنون لا يعقل ما يقول. كذلك المعتوه، وهو الذي زال عقله أو نقص عقله بدون جنون، وإنما لآفة أصابته، فلا تقبل شهادته لأنه لا يضبط الخبر. نعم. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. وتقبل في من يفيق أحيانا في حال إفاقته، فإذا كان يجن في حين ويفيق في حين وشهد في حالة الإفاقة فإنها تقبل شهادته لتوفر الشرط. نعم. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. الثالث سؤال أن يكون الشاهد ينطق ويتكلم بالشهادة، فإن كان أخرس لا يستطيع الكلام وإنما يشير باليد فلا تقبل شهادته، لأنها الإشارة لا تؤدي الغرض المطلوب وتحتمل، ولا يفهمها الناس أو لا يفهمها كل الناس. لكن لو كتب الشهادة الأخرس كتب الشهادة فإنها تقبل كتابته، لأن الكتابة تقوم مقام النطق. نعم. قال: إلا إذا أدها بخطه. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع الإسلام. الرابع أن يكون الشاهد مسلما، قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والخطاب للمسلمين، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما، فإن كان كافرا فإنها لا تقبل شهادته على مسلم. نعم. ولو لم يوجد سواه. ولو لم يوجد سواه، لكن ربما تعتبر قرينة من القرائن. نعم. الخامس الحفظ. الخامس أن يكون تام الحفظ لا ينسى، فإن كان ينسى فإنها لا تقبل شهادته إذا كان كثير النسيان، لأنه لا يؤمن خبره وشهادته. نعم. السادس العدالة. كما أن المحدثين لا يقبلون روايته إذا كان سيئا الحفظ، فكذلك في الشهادة. نعم. السادس العدالة، ويعتبر لها شيئا. السادس أن يكون عدلا ولو كان مسلما فلا يقبل حتى يكون عدلا، بخلاف الفاسق المسلم الفاسق فإنها لا تقبل شهادته، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والفاسق
هو المؤمن الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فهذا يسمى فاسقا أو يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، فهذا لا تقبل شهادته لأنه لا يؤتمن على الشهادة. نعم. قال السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. نعم، العدالة يعتبر لها شيئان، لا يكون الإنسان عدلا إلا إذا توفر هذان الشيئان. الشيء الأول الصلاح في الدين، يكون صالحا في دينه بأن يكون محافظا على الفرائض ومتجنبا للمحرمات، ومحافظا كذلك على السنن المؤكدة، على السنن المؤكدة كالرواتب التي مع الصلوات وكذا الوتر، فهذه السنن مؤكدة، فمن كان يداوم على تركها فإن هذا يدل على تساهله في دينه، فلا تقبل شهادته، لأنه إذا تساهل في دينه فإنه يكون متساهلا في الشهادة من باب أولى. نعم. الثاني استعمال المروءة، الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة، وهي الخصال الإنسانية بأن يكون نزيها في عرضه، نزيها في أخلاقه، متجنبا للأشياء الدنايا لسفاسف الأمور، لأن تساهله في هذه الأمور لا يؤمن معه أن يتساهل في الشهادة. نعم. قال الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب فعل ما يجمله ويزينه من الخصال الطيبة كالصدق والكرم والحياء وغير ذلك من الأمور التي تجمل الإنسان. نعم. واجتناب ما يدنسه ويشينه من الأقوال والأفعال المذمومة التي يزدريها الناس، لأنه إذا وقع فيها تساهل في الشهادة، فلا يكون ثرثارا في الكلام، ولا يكون متمسخرا دائما شأنه الهزل والمزح، هذا يدل على نقص مروءته. نعم. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. إذا زالت الموانع فإنه تقبل شهادته، فإذا بلغ الصبي وأسلم الكافر وعقل المجنون وتاب الفاسق فإنه حينئذ توفرت فيه العدالة فتقبل شهادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب موانع الشهادة. نعم، قد يتوفر في الإنسان شروط الشهادة، شروط قبول الشهادة، لكن يكون هناك مانع من قبولها مع توفر شروط الصحة فيه. نعم. قال: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. لا تقبل شهادة عمودي النسب، وهم الآباء والأجداد والأبناء وبنوهم، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، فلا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا تقبل شهادة الولد لوالده وجده، لأنه يكون متهما في ذلك. نعم. ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. كذلك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، فلا تقبل شهادة الزوجة لزوجها، ولا شهادة الزوج لزوجته، لما بينهما من الارتباط وكثرة المخالطة مما يؤدي إلى تساهل بعضهم في الشهادة لصاحبه. نعم. وتقبل عليهم، تقبل شهادته على والده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، وتقبل شهادة الزوجين أحدهما على صاحبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فقوله ولو على الوالدين والأقربين دل على شهادة صحة شهادة الوالد على ولده والعكس، والولد على والده والزوج على زوجه، لأنه لا يكون متهما في هذه الحالة،
ثابكم الله. قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بالشهادة كشهادة السيد لمملوكه بالمال، لأنه يجر إلى نفسه نفعا، لأن مال العبد يكون لسيده. نعم. أو يدفع عنها ضررا. كذلك لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا بالشهادة. نعم. ولا عدو على عدوه. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، لأنه قد تحمله العداوة على أن يشهد عليه بالزور فيكون متهما. نعم. كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. نعم، لأن هذا تمثيل للعداوة، فلا لو شهد على من قذفه فهذا لا تقبل شهادته، لأنه يكون عدوا له بالقذف فيريد أن ينتقم منه. نعم. أو قطع الطريق عليه. أو قطع. ولا تقبل شهادة من قطع الطريق عليه شهادته على من قطع الطريق عليه. نعم. لأنه متهم فيها أنه يريد الانتقام لنفسه منه. نعم. ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة. من سره مساءة شخص يعني يسره ما ينزل من المكروه بشخص أو يسوءه ما ينزل به من الخير، فإنه عدو له، يكون عدوا له، لأنه يريد له الشر ويكره له الخير فيكون عدوا له، فلا تقبل شهادته له. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. مر بنا في أول حلقة الكلام عن كتمان الشهادة والشهود بين طرفي نقيض، ويستاهل كثير منهم في الكتمان، أما شهادة الزور فقد مر تحذيركم عنها وخطورة ذلك، لكن كثير من يحمل الشهادة لا يدلي بها ويرى أنه بكتمانها في سعة، وقد لا يكون يحملها غيره. نعم. هل من سبق هذا؟ سبق أنه إذا لم يكن هناك شاهد غيره فإنه يتعين عليه التحمل ويتعين عليه الأداء، تعين عليه التحمل إذا لم يكن هناك من يتحمل الشهادة غيره، ويتعين عليه الأداء إذا لم يكن هناك من يؤدي الشهادة غيره، لئلا تضيع الحقوق. أما إذا كان فيه من يتحمل أو يؤدي الشهادة فإنه لا يتعين عليه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه تحية في الختام من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.